بتكبرنا وقناة الأهلي هي اللي بتكبرنا. هنسمع نشوف الأستاذ ناقدنا الرياضي الأستاذ محمود شوقي بيقول إيه ونرجع مرة تانية معاك. بداية أنا سعيد جدا بالتواجد طبعا مع الكابتن مصطفى عبده، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا كابتن مصطفى، وتفضل منور حياتنا ونستمتع بيك يا مجري. أما عن صديقي العزيز الكابتن أسامة حسني فهو أخويا الغالي اللي بعتز جدا بيه. الشهادة أحيانا يا كابتن مصطفى بتكون مجروحة لما بتكون تخص حد أنت بتحبه أو علاقتك بيه علاقة طيبة، فالشهادة بتبقى مجروحة كتير. يعني كل الناس تعرف الكابتن أسامة حسني، اللاعب الموهوب، النجم المحترم، الشخصية المتزنة الملتزمة، حافظ القرآن الكريم، واللي علاقته تقريبا بكل الناس علاقة طيبة. لكن عرفت الكابتن أسامة حسني تقريبا من سنة 2002، يعني 21 سنة، لم أجد منه إلا كل خير وكل صدق. ببساطة شديدة هو أخ وافي جدا، صديق محترم، تقدر تتكلم معاه في الأسرار براحتك، أمين على السر جدا، وصاحب صاحبه، ودي مش مجاملة. يعني صحفيا عملت معاه حوارات صحفية كتير من سنين طويلة، وبعد كده اشتغلنا مع بعض في الإعلام في تجارب إعلامية ناجحة الحمد لله رب العالمين، وعملت صدى كبير. وهو موسوس شوية كابتن مصطفى في الشغلانة، يعني حتى في الإعلام موسوس شوية، يحب يسأل في التفاصيل، يحب يتأكد من كل معلومة، وده شيء كويس طبعا، بس هو موسوس شويتين ثلاثة في الموضوع ده، لكنه الحمد لله رب العالمين راجل ناجح، ودايما يا رب اتمنى له كل التوفيق. كابتن اسامه حسني من الناس الطيبه على المستوى الشخصي. سافرنا مع بعض كتير، مثلا في كاس العالم للانديه في ابو ظبي كنا مع بعض، وكنا في المول في المولات مع بعض كتير. هو متعب في المولات جدا يا كابتن مصطفى، يعني اثناء الشراء متعب جدا في اللف في المحلات بشكل واضح يعني. لكن انا كل ما اقابله اقول له ايه التيشيرت الحلو اللي انت لابسه ده يا نجم؟ مين اللي مختارك التيشيرت الحلو ده؟ طبعا بكون انا اللي مختار التيشيرت، فبحس الناس اللي واقفه ان انا اللي دافع ثمن التيشيرت، لكن الحقيقه انا بكون مختار التيشيرت بس. يعني اسامه حسني من الناس الجميله جدا جدا، بدون مجامله يا كابتن مصطفى او مبالغه. حظ حلو ان اسامه حسني يبقى صاحبي، واي حاجه بنتكلم فيها مع بعض ونناقش فيها اي موضوع، وماشيين من مبدا صديقك من صدقك القول، عشان كده بنصارح بعض بكل التفاصيل وبالصح وبالغلط. ولازم يا كابتن مصطفى تنتهز الفرصه وتسال الكابتن اسامه حسني عن سر من الاسرار كده، ايه العرض اللي جاله في الفتره الاخيره ورفضه؟ دي برضو ممكن حضرتك يعني تطلع منه اجابه. واساله كمان يا كابتن مصطفى عن صيد السمك. اسامه حسني انسان طيب جدا، لكن مع السمك مش طيب خالص. طب قبل ما اقول لك هتقول ايه، ده في سؤالين. هل في عروض جات لك الفتره اللي فاتت وانت رفضتها؟ يعني الحمد لله في عروض مستمره، سواء تدريب في التدريب او في الامور الاداريه كمان، يعني في مش في اعلام. ايه العرض، ايه اللي جالك تقول ولا يعني مفيش؟ يعني احتراما للناس اللي كلموني يعني، لكن اي عرض بيجي يعني بحاول ادرسه واشوفه هل هيضيف لي، مش اضافه ماديه على قد هي اضافه تديني خبرات يعني في المكان اللي اكون متواجد فيه. يعني انت مركز دلوقتي في الاعلام؟ متواجد دلوقتي في الاعلام. طيب العرض التاني بيقول لك ايه، حكايه التيشيرت ده اللي انت جبته؟ اولا محمود شوقي من الناس الشخصيات اللي انا بعتز بيها جدا كلنا والله. من وقت ما انا كنت لاعب في الدرجه الاولى، وهي صداقتي مستمره بيه. ولما اعتزلت وبدات حتى اشتغل في التدريب، كنا على تواصل مع بعض، ولما اشتغلت في قناه الاهلي ما زالت العلاقه والتواصل. واول يعني يوم دخلت فيه قناه الاهلي وبدات اعمل برنامج الاشبال، كان اللي رشحه لي الدكتور خالد توحيد. الله هو اللي قال لي هيبقى معاك محمود شوقي من اول يوم، هو رئيس التحرير عندك. واحنا قاعدين بنختار اسم البرنامج كنا بنقول ابو الاشبال على مصطفى حسين، الكابتن مصطفى حسين. طبعا الله يرحمه. فمحمود هو قاعد، لا قال ابو الاشبال هتبقى تقيله، نسميه برنامج الاشبال على طول. فكان هو سبب كمان في اختيار اسم البرنامج. فمحمود كمان ببارك له على البرنامج، على الفيلم اللي نازل دلوقتي مكسر الدنيا، فيلم اسمه فوي فوي، كان هو صاحب الفكرة أو صاحب الفكرة الحقيقية. هو صاحب التقرير الصحفي الحقيقي للفيلم ده.
فبارك له على شغال دلوقتي الفيلم؟ شغال ما شاء الله، يعني بنعمل له دعايه مكسر الدنيا. بطولة مين؟ بطولة محمد فراج. محمد مجموعة فراج مجموعة المكفوفين. اه اللي سرقوا حلم واحد، بيشوف سرقوا حلم ناس مكفوفين عشان يلعبوا مكانهم في كأس العالم للمكفوفين. فكان هو صاحب الفكرة نفسها او السيناريو، التقرير الصحفي. دي قصة حقيقية يعني، دي قصة حقيقية. كان هو صاحب التقرير الصحفي اللي مشي ورا الخطة على الموضوع ده، وما شاء الله خد جوائز، يعني جائزة الإبداع محمد بن راشد في الإمارات، وخد جوائز كبيرة من خلال التقرير اللي عمله ده. وايه حكايه السمك؟ بيقول لك انت ما بتقاومش لما يكون في سمك. صيد السمك دي هوايتي المفضله. طب دي هرجع لها تاني دلوقتي. طيب